سؤال. واحد بيقول هل الجحيم بمعناه الحرفي نار ودود الى اخره، ام الجحيم هو البعد عن الله والحرمان من الوجود في الحضرة الالهية؟ واذا لم يكن المقصود هو المعنى الحرفي، فما معنى عذاب الغني في الجحيم وطلبه من أبينا إبراهيم أن العازر يظل اللسان؟ طبعا لو كان الجحيم مجرد نار، النار ممكن أنها تحرق الجسد ويخلص، والدود ممكن يطلق الجسد ويخلص، لكن دود لا يموت ونار لا تطفأ. جايز يكون معناها رمزي لحكاية النار والدود، ولكن انا ما اقدرش اتفق مع صاحب السؤال اللي بيقول ان الجحيم هو البعد عن الله والحرمان من الوجود في الحضرة الالهية. البعد عن الله والحرمان من الوجود في الحضرة الالهية ده عذاب للروح، للروح فقط وليس للجسد. لكن ما دام الانسان اخطأ بالجسد وينال ما فعله بالجسد حسب ما ورد في كورنثوس الثانية، يبقى لابد ان الجسد يتعذب زي ما الروح تتعذب. الروح ممكن تتعذب في البعد عن الله ومكوثها في الظلمة الخارجية بعيد عن القديسين والملائكة وكل الحاجات دي، والجسد أيضا يلاقي عذابا هو الآخر. ممكن يكون زي لسعات النار أو أكل الدود، لكن هو ليس نار ودود بالمعنى الحرفي، والله أعلم.